بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هنعمل مع بعض فكرة حلوة إن شاء الله بمناسبة العودة إلى المدارس. ده أول فيديو من سلسلة العودة للمدارس. إن شاء الله هنعمل أفكار حلوة هتعجبكم بإذن الله، بما اننا بقى داخلين على موسم مدارس وعندنا حاجات بقى كتير في البيت نستغلها، بدل ما نشتري بقى الحاجات اللي بقت غالية دي من بره، فنستغل اي حاجة موجودة في البيت ونعمل منها الافكار بتاعت المدارس كلها. النهاردة هنعمل اول فكرة معانا، النهاردة هنعمل المقلمة، سواء بقى الولد او البنت على حسب، عشان تفرقي بقى بين الولد والبنت هتزيني التزيين الاخير بقى ايه على حسب الذوق. يعني عندي قطعة من الجينز كده زي ما انتم شايفين، انا يعني قصيتها على حسب يعني على حسب مقاس المسطرة العادية اللي هي 30 سنتي دي، يا دوبك سبت مثلا حوالي سنتي من هنا وسنتي من هنا، عشان بحيث ان المسطرة تدخل وتطلع يعني ايه كويسة، مش مادية يقنيش يعني، وتبقى يعني ايه مقاس المسطرة بالظبط. فالقطعة من الجنس كده زي ما انتوا شايفينها اهو، قسمتها على اتنين بالظبط كده المقاس جزئين متساويين، وهبدأ اتني الاطراف بتاعتها عشان يبقى الشكل بتاعي مظبوط. فانت طبعا لو عايزه بالخيط والابره هتتني الاطراف دي مفيش مشكله، لو مش عايزه بالخيط والابره ممكن تدوسي على الطرف ده بالمكوه، فلو مش عايزه كده او كده هتعملي زي ما انا بعمل النهارده بمسدس الشمع كده وحزق الطرف، بحيث انه يبقى الشكل يعني الخارجي يبقى متساوي كده ومظبوط معايا، وما تبقاش حاجه كده مش حلوه وعاملينها كده للاولاد ما يستخدموهاش ويلاقي شكلها وحش. يعني دي برضو سوستة كانت موجودة عندي، كنت فكاها من حاجة قبل كده برضو تقريبا بنطلون او حاجة، فحلزقها بقى على الطرف بتاع القطعة من القماش كده اللي انا تنيت الطرف بتاعها. طبعا بص لما الزقها بقى وهي متنية الطرف بتاعها هيبقى شكلها حلو كده، والفينش النهائي هيبقى شكله حلو، ويديني يعني ايه فينش حلو كده في الاخر، يعني ميبقاش شكله وحش. لزقت كده بالشمع على طرف السوستة، وبعد كده حلزق قطعة القماشة كده عليها زي ما انتوا شايفين اهو. ظبطي بقى شكلك بايدك كده بحيث ان يبقى الشكل حلو مظبوط. طبعا الحركة دي برضو لو مش عايزة تعملي بالشمع هتخيطي بالابرة، لو مش عايزة تخيطي بالابرة لو عندك مكنة هتمشي بالمكنة برضو نفس النظام. حاولي بقى تظبطي بايدك كده المقاس بالظبط بحيث ان القطعتين يبقوا متساويين. طبعا انا لزقت اول طرف اهو، هاجي بقى الطرف التاني، يعني الطرف بتاع السوستة اللي هو الوش بتاع السوستة انا لزقت الظهر بتاع القطعة الاولانية، الناحية التانية من السوستة هلزق عليها الوش بتاع القطعة التانية بتاعت القماش كده، عشان في الاخر لما تقلبي القطعة بتاعت القماش يبقى الشكل مظبوط معاكي بالشكل ده. طبعا برضو لو عايزه تخيطي بالابره هتخيطي بالابره اهو. بص لما قلبت بقيت القطعتين متساويين اهو، ووش السوسته عندي بالشكل ده اهو، زي كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو، ومظبوطه جدا اهي وما فيهاش اي صعوبه، يعني سهله وبسيطه جدا ما عذبتنيش يعني. طبعا انا لزقت السوسته الاول عشان برضو ابقى متحكمه في الشكل بتاعي يعني، وفي الشكل النهائي بتاعي. هاجي بقى هفتح كده جزء من السوستة شوية، بحيث ان انا لما اقفل الجناب كلها اعرف اقلب السوستة اعرف اقلب المقلمة بتاعتي كلها. برضو هلزق من تحت بقى عشان اقفل الطروف اللي مفتوحة دي كلها، هلزق كده بالشمع اهو الجزء ده على الجزء ده بحيث انه يتقفل معايا بالشكل ده اهو زي ما انتوا شايفين. والجزء اللي تحت برضو نفس النظام، هو كده كده متني، انا سايبه هو جزء من السوست مفتوح بحيث ان انا لما اخلص هقلب المقلمة. الجزء اللي تحت برضو هقفله بالشكل ده برضو بالشمع، برضو لو عايزة بالخيط والابرة هتقفلي بالخيط والابرة بكل سهولة ومش هتاخد معاكي وقت، ان شاء الله هتخلص معاكي بسرعة بالشكل ده معانا اهو. يبقى انا قفلت من الجوانب كلها اهو، والسوستة ركبت من فوق كده تقريبا. الخطوة الاولى بتاعت المقلمة خلصت. الخطوة التانية هاجي بقى للجزء اللي تحت ده، هخيط بقى بالخيط والابرة بحيث انه يبقى مدبب عندي كده بالشكل ده، وبرضو من الجزء التاني اللي من تحت برضو من النظام ده، وهخيط برضو الجزء ده كده بالخيط والابرة
بحيث ان هم يبقوا معايا كده اهو، خيطتهم بالخيط والابرة اهو من هنا ومن هنا، وفي نفس الوقت جمدت عليهم برضو بالخيط وقفلت الحرف من هنا بتاع السوستة والحرف من هنا بتاع السوستة بالخيط، عشان ما فيش حاجة تفك مني ويبقى الشغل معايا نضيف في الاخر. بعد كده هقلب بقى المقلمة بتاعتي اهو. طبعا انا سايبه جزء من السوسته مفتوح بحيث ان انا لما اقلبها هتبقى معايا مظبوطه، ما تدوخنيش ولا اي حاجه. كده اول خطوه اهو في المقلمه، كده الهيكل بتاع المقلمه كده بقى مظبوط معايا وشكله حلو وواضح جدا وسهل وبسيط جدا. ما خدناش 5 دقايق في المقلمه بتاعتنا النهارده اهو. كده فاضل ايه معانا؟ فاضل بس التزيين. السوستة بتاعتي اهي مظبوطة تمام، اي حاجة مفكة معاكي هتثبتيها بالشمع عادي تمام اهو بالشكل ده. التزيين بقى النهائي، طبعا هي المقلمة البنوتة، فانا عندي الفرنشة دي كنت عملتها معاكم قبل كده في جاكيت برضو كان من بواقي الجينز عندي، فانا هجيبها كده، هي كانت فاضلة يعني حتة صغيرة، هجيب بقى من عند طرف السوستة كده من فوق هبدأ ألزقها كده عليها بالشكل ده، بحيث ان هي تبقى تديني يعني شكل حلو كده للمقلمة بتاعتي وتبقى شيك وشكلها حلو. عندك مثلا وردة ممكن تعملي ورد من الجنس وتلزقيها من قدام برضو، عندك استراس ممكن تعملي نفس الحركة دي برضو مفيش مشكلة، اي حاجة بقى تقدري تزيني انت بيها وتبقى تديني شكل حلو في النهاية هتعمليها مفيش مشكلة، والموجود عندك في البيت هتعملي بيه. انا كانت عندي الفرنشة دي وفي نفس الوقت استغلتها وما جبتش حاجة ولا اشتريت حاجة، يعني كله موجود عندي في البيت من بواقي الشغل القديم. وهاجي برضو من الطرف التاني بتاع السوستر الجزء التاني كده برضو لزقت نفس الفرنشة عليها كده، يعني قطعة كده من قدام وقطعة من ورا من السوستة برضو من ورا، بس مش اكتر من كده، يعني الجناب مش مهم مش لازم يعني الفرنشة عشان ما تعكسنيش في السوستة كده رايح جاي. تمام كده اهو بقيت المقلمة عندي بالشكل ده، سهلة وبسيطة خالص وفكرتها حلوة وما كلفتناش اي حاجة، اهي المسطرة بقى دخلت بكل سهولة كده. يا رب بقى الفكرة تكون عجبتكم، والمقلمة والقلمة والالوان اي حاجة بقى موجودة عندك هتحطيها واسعاهي، وهتشيل طبعا معاكي كتير، يعني لو لسه في اقلام كتير لسه في الوان لسه في حاجات كتير هتحطيها وهتملى معاكي مفيش مشكلة. زي ما انتوا شايفين فكرتنا سهلة وبسيطة، دي اول حاجة عملناها للمدرسة، وان شاء الله معانا افكار كتير جاية كتير ان شاء الله، انتظرونا في فيديوهات قادمة ان شاء الله تنول اعجابكم. لو عجبتكم بقى ما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.